حيث حصلت الموانئ العراقية على شهادتي جودة للعمل في جميع أنحاء العالم لتطبيقها لمنظومة السلامة والبيئة والصحية. تحقيق إنجاز لم تعهده شركة النقل البحري العراقية سابقا بحصولها على شهادتي جودة العمل في جميع أنحاء العالم بتطبيقها لمنظومة السلامة البيئية والصحية. هذه الشهادة أيضا حصلتها بواخر النقل البحري، فلهذا قدرنا أن نقوم إلى موانئ العالم. أيضا مختصة بالانبعاثات CO2، ولكن سبقت الموانئ الأخرى. الموانئ الاتحاد الأوروبي طبقت ذيك الشهادة أنه لازم تكون إلزامية على كل باخرة من 1/1/2018، وإحنا الحمد لله والشكر حصلنا على الشهادتين على في سبيل انه بواخرنا تكون جاهزه في كل تقوم كل موانئ العالم. وبحصول شهادتي الجوده الاوروبيه والعالميه بات من المطلوب هو اعتماد الناقل الوطني ناقلا رئيسيا للعراق بسبب الامتيازات الحاصل عليها محليا، فضلا عن ارتباطه المباشر بالناقلين البحري والجوي وتسهيل الاجراءات المنائيه له. الاعمال المستقبليه وضعنا لها خطه متكامله ببابين. الباب الاول نوضع ما موجود عندنا على ارض الواقع الان مما تمر به يعني العالم بصورة عامة من ضائقة مالية، فالتركيز يجب أن يكون من خلال عملية تفعيل دور الناقل الوطني الحكومي، القيام بالمتوفر، ثم تهيئة خطط استراتيجية لما بعد هذه المرحلة فيما يخص تطوير الأسطول البحري العراقي بإذن الله. حصول الشركة العامة للنقل البحري على إمكانية الدخول إلى الموانئ العالمية كافة وارتباطه المباشر بالنواقل الوطنية الأخرى، فضلا عن تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، أمور تجعل من الناقل الوطني مساهما فاعلا في الموازنات العامة. عمر الحرمي، العراقية الإخبارية، البصرة.